مساءكم حلو ومساءكم جميل، يا رب مساءكم ان شاء الله يبقى كله بهجه وكله فرحه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سحر الهوانم. حلقتنا النهارده بقى مليانه كده مفاجآت، ومليانه مجموعه ضيوف كلهم صراحه يعني احلى واشطر من بعض، كل واحد في مجاله احلى واشطر من التاني. اول فقره هتبقى معانا دكتوره ايمان محمود البدري، اللي دايما بتكلمنا ومكمله معانا حلقات التوعيه للاطفال وتربيه الاطفال، ومعانا الشيف الجميله ام مونيا. منورانا يا شيف، عامله ايه؟ حبيبتي الحمد لله. الفقره الثالثه بقى هتقولها لكم هاجر. هاجر ازيك يا هاجر؟ معانا. اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين، احنا النهارده معانا فقره عن التجميل. طبعا انتوا عارفين ان سحر الهوانم دايما بيتميزوا ان لازم يكون معاهم فقره عن التجميل، فمعانا اجمل هانم في سحر الهوانم، استاذه هدير العشري خبيره التجميل والتاتو، دي هيبقى معانا في الفقره الثالثه. الفقره الاولى بقى هيبقى معانا زي ما نور قالت لكم دكتوره ايمان محمود البدري، مدرس التربيه الخاصه جامعه المنصوره. انت طبعا النهارده محضره لنا موضوع كده عن التاخر الدراسي، زي ما احنا يعني المشاهدين كتير قوي طلبوا الموضوع التاخر الدراسي مننا، فاحنا اوفينا زي ما وعدنا وجبنا دكتوره ايمان معانا النهارده هتكلمنا عن التاخر الدراسي. اهلا بك يا دكتور. منورانا يا دكتور. منورانا. طبعا الدراسه بدات وهي دلوقتي بقت يمكن اكتر حاجه شغله كل بيت وكل ام، ففي اولاد طبعا بيبقى مستواهم الدراسي مش زي باقي زمايلهم، او مش بيبقى في تكافؤ دراسي لكل الاطفال بنفس الدرجه. فقولي لي ايه هي اسباب التاخر الدراسي عند الاطفال؟ طيب في البدايه ممكن نعرف ايه هو التاخر الدراسي؟ تمام. بالنسبه للطفل، التأخر الدراسي هو إن الطفل مستواه بيتدني أو بينخفض في مستوى التحصيل مقارنة بأقرانه من نفس العمر الزمني. إيه هي أسبابه؟ أسباب بترجع للتلميذ نفسه، أسباب بترجع للأسرة، وأسباب بترجع للمدرسة. الأسباب اللي بترجع للتلميذ دي ممكن تكون تدني في مستوى نسبة ذكائه، تدني في قدراته العقلية، نقص في الانتباه والتركيز، ضعف في التحصيل. طيب في بعض الاجزاء خاصه بالجانب الجسمي زي اضطراب في الحواس او قصور في الحواس زي حاسه الابصار وحاسه السمع، لان اذا في قصور في الحاستين دول هنا الطفل مش هيقدر ان هو يميز بين الاشكال والاصوات، فمن هنا هيتاخر او هيأثر على التحصيل الدراسي بالنسبه للطفل. تمام. بالنسبه للجانب الانفعالي او عدم الاتزان الانفعالي بالنسبه للطفل زي الخوف او القلق او الارتباك او الاكتئاب، ده كله بيأثر على تحصيل الطفل. طب ايه هي الاسباب اللي ممكن تكون متعلقه بالاسره؟ بالظبط. الاسره اللي هي اهم وسيط بالنسبه لنا في التنشئه الاجتماعيه، بالذات في السن الصغير. يعني هو اصلا ما بيشوفش غير والدته ومامته، سوري، والدته وباباه واكيد اخواته. اكيد طبعا هما دول اللي بيحددوا ميوله، اللي بيحددوا تطوره، ان كان عقلي، اجتماعي، معرفي، اكاديمي. فمن هنا هنبقى عارفين ومتاكدين ان الاسره لها جوانب ممكن تاثر بيها بالسلب او بالايجاب على التحصيل الدراسي. تمام. زي مثلا الهدوء في الاسره او الجو اللي قايم على يعني ايه الاحترام والتكافؤ وجو مش قايم على الصراع والمشاحنات والكلام ده، اكيد هيأثر بالايجاب اذا كان الجو هادي على التحصيل الدراسي. طب اذا كان الجو كله مشاحنات وصراعات هيأخر في التحصيل الدراسي او هيسبب ارتباك في التحصيل بالنسبه للطفل. المستوى الثقافي بالنسبه للاسره، درجه تعليم الاب والام، المستوى الاقتصادي بالنسبه للاسره، في ان بنلاقي ان اغلب الاسر اللي مستواها متوسط او مستواها اعلى من المتوسط تقدر توفر لاطفالها امكانيات من وسائل تعليميه تقدر تبسط بيها المعلومه. اكيد الاسره دي هتتمتع بالحاجات دي عن الاسر الفقيره او الاسر اللي مستواها متدني. تمام. بالنسبه للمدرسه، الأسباب الأسباب اللي ممكن تتعلق بالمدرسة، انعدام الوسائل التعليمية اللي هي وسائل الإيضاح بالنسبة للمعلومة. ممكن تكون الوسائل موجودة بس احنا مش قادرين نستخدمها استخدام صح او في مكانها صح. كمان التكوين المدرسي او البناء اذا كان صحي او غير صحي، كمان التوزيع العشوائي بالنسبة للأطفال، سواء ان كان التوزيع ده عشوائي اطفال متفوقين مع اطفال متاخرين، او قايمين على بعض الاختبارات اللي من خلالها ممكن نصنف الاطفال المتاخرين مع بعض والاطفال المتفوقين مع بعض. تمام. يعني مش الافضل يبقى في مثلا زي دمج ما بين المستوى ده والمستوى ده؟ انت شايفه ان الاحسن ان احنا نفصل؟ اذا هقدر ان انا اوفر
مدرس تربية خاصة في الفصل يقدر يبسط أو يوضح المعلومة بالنسبة للطفل المتأخر، ده يبقى تمام. لكن إذا أنا مش هقدر وهيبقى أسلوب الشرح بالنسبة لجميع الأطفال بنفس النمط، أكيد هأثر على الطفل اللي استيعابه بطيء. تمام، قولنا بقى يعني إزاي أعرف إن أنا ابني استيعابه بطيء، أو إزاي أعرف إن أنا ابني هيبقى عنده تأخر دراسي من المرحلة بدري؟ يعني مش لازم نسيبه يتأخر في الدراسة ويدخل مراحل وإحنا مش عارفين عنه حاجة. قول لنا بقى يعني ايه اسباب التاخر الدراسي وايه اعراضها. احنا اتكلمنا عن اسبابها اللي هي خاصه بالتلميذ والاسره والمدرسه. الاعراض ممكن نلاقي على الطفل المتاخر دراسي ان نسبه ذكائه بتبقى اقل من المتوسط. بمعنى انا لما باجي اقيم الطفل دوت واعمل له اختبار ذكاء، بلاقي نسبه الذكاء اللي هو او الفئه اللي واقع فيها من 80 ل 90، مقارنه بالاطفال العاديين اللي تحصيلهم كويس بيبقى من 110 ل 120. تمام كده. طيب ببص الاقي الطفل دوت بيبقى عنده شرود ذهني شويه، بياخد وقت طويل في احلام اليقظه، طول الوقت عنده احساس ان هو يعني باليأس او بالفشل من كتر المحاولات اللي بتبوظ طول الوقت يعملها بالفشل. اي جدو. كتير بيبقى عنده عدم اهتمام بالدراسه، وبيبقى غيابه متكرر كتير من المدرسه. ممكن يلجأ للهروب كنوع من انواع التخلص من الضغط الدراسي. طب انا كنت عايز اسالك بقى، في علاقه ما بين التاخر الدراسي والتاخر اللغوي؟ اكيد يعني طبعا في علاقه بينهم. اكيد في علاقه، لان ويكاد يكون العلاقه ارتباطيه، لان المفروض ان التاخر اللغوي دي مشكله او ده عرض الام المفروض تاخد بالها منه في سن صغير بدري. ليه؟ لان تاخر اللغه المنطوقه اكيد هياثر او هيكون نتيجه لتاخر اللغه المكتوبه. فمن هنا يبقى انا بنصح الام في البند ده ان هي تحاول ان هي تتثقف على عن مراحل التطور الطبيعي بالنسبه للجوانب المعرفيه واللغويه والادراكيه والسلوكيه بالنسبه للطفل. انت معانا بقى يا دكتور، ده كده واجبك يعني، انت معانا في الحلقات. احنا كل مره كده بنمسك موضوع بحيث ايه نوعي كل ام وكل اب في البيت ازاي يتعاملوا او يكتشفوا اي انا بحاول أي حاجة والله بقدر الامكان ان انا اوفر للام كل الطرق او كل الحاجات الطبيعيه اللي هي من خلالها تقدر تقيم ابنها، هل هو تطوره طبيعي او متاخر. طب اذا كان متاخر اعمل معاه ايه او ابعد عن ايه. يعني كده الطفل اللي بيتاخر في الكلام طبيعي هيبقى عنده تاخر دراسي. تمام. فلازم الام تدور هو ليه متاخر في الكلام، وتبتدي ان هي تتابع التطور وتشوف المراحل العمريه بالنسبه للغه المفروض تشتغل عليها ازاي، وتبتدي ان هي. طب قولي لي بقى يعني قولي لي كده النصايح للام او للاب او للاسره عموما، لو هم مثلا شافوا ابنهم متاخر دراسيا يبداوا يعملوا ايه؟ تمام. اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نبتدي نخصص وقت في يومنا كوقت روتيني، الوقت دوت للتوجيه والارشاد وتحليل المعلومه. ايه الحاجات اللي ابني واقع فيها وهبتدي ان انا ابسطها له واحللها. تمام. هدي له جو الاسره، بمعنى ان انا هخلق له جو قايم على الحوار والمناقشه وتقبل الراي. هبتدي ان انا اهدي الجو بين الاب والام بحيث ان ايه ما يكونش في صراخ ولا صراع، حتى لو في يحاولوا ان الموضوع دوت ما يكونش امام الاطفال او الاطفال ما يحسوش بالكلام ده، لان هو هيأثر على تركيزهم وعلى تحصيلهم. اتابع وراقب سلوك ابني مع العالم المحيط شكله ايه، بس من غير ما احسسه ان انا براقبه. يعني ان انا براقب، احاول ان انا اوفر او انظم له وقته بمساعده، بس احسسه ان هو ايه العامل المتحكم في ده بقدر طيب. الامكان. قول لنا بقى يعني امهات كتير جدا بتشتكي ان اولادهم عندهم ضعف تركيز، يعني مثلا هات الحاجه الفلانيه لا ما بيجيبهاش، هو مش فاهم انت بتكلمي عن ايه، هو مش مركز اصلا في الكلام. طب ايه اسباب ضعف التركيز عند الطفل؟ لا احنا عايزين نتكلم عن ضعف التركيز عن الناس كلها، لان انا بقيت بلاحظ او بقى بيجي لي ناس كتير الام نفسها ما كانتش بتنسى. انا بنسى كتير جدا دلوقتي، يعني ببقى حاجه مثلا هعملها في الموبايل او هرد على حد وابقى فاتحه خلاص اوكي هرد واتشغل في حاجه فارجع انسى انا كنت هبعت ايه او اكلم مين اصلا. ما دوت كله جايز، احنا ممكن نرجع السبب اللي كتير مننا بقى فيه لنقص بي 12 في الدم. ممكن احنا كناس طبيعيين ما كناش بننسى وجد علينا الموضوع دوت، ممكن نعمل الفحوصات اللازمه نشوف النسبه في الدم ايه، واذا احنا محتاجين تحسين او اذا عندنا نقص بناخد الكورس الطبيعي للنقص ده. طيب ايه هي الحاجات اللي ممكن من خلالها
يتسبب في نقص او ضعف التركيز، اللي هو النقص العام او الضعف العام او سوء التغذيه، البدنه والوزن الزايد، تناول التدخين والحاجات اللي هي بتاثر او بتقتل خلايا الدماغ، امراض الشيخوخه والسكر والزهايمر والسكتات الدماغيه والجلطات اللي من خلالها بتاثر على الانتباه التركيز. والتركيز، وممكن تعمل ضعف ذاكره. اكبر حاجه بقى عايزه اقولها للامهات وبيحاولوا بقدر الامكان ان هم يتجنبوها، ودي احنا مش هنقول نتناساها لان مش هنقدر، الضغوط النفسيه والمشاكل الحياتيه. يعني يحاولوا على قد ما يقدروا يبقى بعيد حتى عن الولاد، غير بعيد عن الولاد، بلاش ندي للموضوع اكبر من حجمه. تمام. نكرس وقت معين، وانا يعني كتعاقد مع نفسي ان انا مش هدي المشكله دي اكبر مثلا من ساعه. خلصت الساعه خلاص، خلصت المشكله. تمام. القراءه طول الوقت، نشط مخي بالقراءه. القراءه اللي هي يا جماعه تعتبر او بمثابه وقود العقل. احنا بنلاقي ان اغلب المثقفين والمفكرين ما عندهمش اي مشاكل في الذاكره والتركيز. تمام. طب قولي لي بقى ايه تاني، يعني ايه تاني غير القراءه ممكن يبقى جاي يعني كزي اكسرسايز او تمارين كده لتنشيط الذاكره؟ ده بالنسبه للاطفال بقى، يعني نرجع تاني للاطفال. بالنسبه للاطفال انا لازم لا وبرضه ليه انا عايزه اعرف مثلا للكبار برضه. انا لازم كأم اعرف ان الذاكره دي ثلاث انواع هشتغل عليها: ذاكرة حسية، ذاكرة قصيرة المدى، ذاكرة طويلة المدى. الذاكرة الحسية بنستقبل المعلومات من خلال الحواس. الذاكرة قصيرة المدى دي بنخزن المعلومات لفترات ما تتجاوز يعني وقت قصير جدا. ممكن المعلومات دي تتناسى أو نحولها إلى الذاكرة طويلة المدى اللي طول الوقت بنشتغل على تحفيزها وتنشيطها، لأن دي اللي بتقعد معانا سنين ويكون بنفتكر حاجات من وإحنا صغيرين جدا. فدي بتكون مترسخة في الذاكرة طويلة المدى. تمام. ننشطها ازاي؟ ننشطها ازاي؟ انا عايزة اعرف بقى. في بعض التمارين اللي من خلالها بحفز او بنشط الذاكرة. التذكر بالملاحظة ده تمرين جميل جدا. ممكن انا بعمل يعني ايه كبنود او 12 كلمة، قايمة عبارة عن كلمات، ال 12 كلمة دول بالترتيب انا بعرضهم عليكي لمدة دقيقتين. بعد كده بقفل الورقه، بعد كده ببتدي ان انا اقول لك ايه، افتكري لي الكلام بنفس تسترجعيهم بنفس الترتيب. تمام. دي حاجه. تاني حاجه دي تنفع للكبار وللصغار، اللي هي التكرار. خلينا متاكدين ان تمرين التكرار طول ما احنا بنواظب على تكرار الشيء اللي احنا عايزين نحفظه في الذاكره اكيد هنقدر نسترجعه بسهوله. ليه بقى؟ الاعلانات التجاريه اللي بتظهر على اي قناه، اذا احنا مع مرور الوقت او مع التكرار بنحفظها. لمجرد ان انا ممكن اسمع الموسيقى دي، والموسيقى دي كانت من كام سنه، ابقى عارفه ايه اللي هيتقال. انا عارف الاعلان بالوانه وباشكاله بكل حاجه. أنا يعني حافظه. معنى كده ان التكرار هيرسخ لك المعلومه. طب الكتابه والتدوين، انا عايزه ابني يحفظ الفقره يحفظ دي بالكتابة. او الشيء ده هخليه يراجع ويكتب. الكتابة هتظهر أهميتها هنا في ترسيخ برضو المعلومة واسترجاع الذاكرة. تمام. في حاجة تانية ممكن نحنا نعملها تمرين، والتمرين ده بيبقى كويس جدا في نتائجه. إن أنا بقعد شخصين قدام بعض، بخلي شخص يقول جملة، الشخص التاني هيقول الجملة ويزود عليها كلمة. بمعنى أنا هسافر وهاخد معايا شنطة فيها قلم مثلا، الشخص هيسافر وياخد معايا شنطه فيها قلم وكراسه. تمام. بس كده. ويفضل الشخصين دول يزودوا. تمام. لحين نسيان حد فيهم او خطأه. انا نجحت كده في نجحت كده في حاجه بقى ممكن الام تعملها، وهي نازله تجيب المشتريات بتاعتها. بدل ما كلنا بقينا بنكتب كل حاجه علشان هننسى، لا، نبتدي ان احنا نكرر الحاجات دي ونعدها، وتبتدي هي تسترجع الحاجة بعددها من غير ورق ومن غير أي قائمة أو حاجة. تمام. عايزة أقول إن الحاجات دي كلها عمرها ما هتتم إلا إذا في كذا حاجة كده عملناها. النوم والراحة اللازمة للجسم مش أقل من 8 ساعات في اليوم. تمام. الأكل والنظام الغذائي اللي كله بيحتوي على أحماض الأوميجا 3 زي الألبان، الأسماك، المكسرات زي عين الجمل والكلام دوت، كل الحاجات اللي بتزود انتباه وتركيز الطفل، ومش هو ليها بدايل في أدوية، بس إيه إحنا نحاول بقدر الإمكان الطبيعي أفضل. التمارين والأنشطة الرياضية.
طب بصي خليني بقى نرجع تاني لموضوع التأخر الدراسي. تمام. عدم الثقة في النفس ممكن تبقى ليها علاقة برضو بأن الطفل يبقى متأخر يعني دراسيا او دراسيا. احنا اتكلمنا ان عدم الاتزان النفسي هيأثر الى ان الطفل تمام. فأكيد قلة الثقة او عدم تقدير او انخفاض تقدير الذات بالنسبة للطفل دوت هيكون مكتسب من ايه؟ من المعاملة السيئة، من ان انا طول الوقت بقارنه بغيره، عنده ثقة في نفسه، من ان انا طول الوقت بحسسه ان انت مش عارف ليه. انا احاول ان انا ابسط له المعلومة واحاول اكسبه ثقة في نفسه، احاول ان انا اقعده مثلا، ونفرض ان اكيد كل حد فينا بيبقى فيه تجمع مثلا حتى لو يوم في الاسبوع، ممكن اجيب الطفل دوت واتكلم عن انجازاته قدام الأسرة، من هنا هديله او هبست في نفسه الثقة بالنفس وهزود ايه تقديره لذاته. تمام. قولي لي بقى، دايما الام وهي بتذاكر لابنها بتبقى عنيفه معاه قوي في المذاكره، دايما يقول لك الكتاب جنبي الشبشب، الشبشب طاير على طول. لازم نغير مفهومنا عن عمل الواجب. لازم نتفق مع بعض ان الواجب دوت ما هو الا تقييم لاداء الطفل. اذا الطفل دوت فشل في انه يعمل الواجب دوت، يبقى الغلط من عندي من البدايه، مش بس من عنده ان هو مش مركز او في مشتتات كتير حواليه بتصير تشتته او بتقلل من تركيزه وانتباهه. لا خالص، جايز اكون الطريقه اللي انا شرحت له بيها دي غلط، هو ما قدرش يفهم فمش قادر يطبق اصلا. تمام كده. يبقى من هنا انا هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اقريه الدرس اللي هو مثلا بيذاكره، تمام. بعد كده يبتدي يراجع، بعد كده يقعد يحل الواجب ولوحده، معرفش وفي معلومه وقفت قدامه او في حاجه صعبه عليه، هقفل الواجب واحلل المعلومه بعيد خالص عن الواجب، وبعد كده اديله الواجب تاني، ونتيجه الواجب المدرس هو اللي هيقيمها. ليه؟ انا حابه اوصل للنقطه دي علشان خاطر هو اللي يعرف الدرجه او الفئه اللي وقع فيها الطفل ايه، ويبتدي ان هو ايه يحط تقييم لاداء الطفل. هيجي انا بقى دوري كأم بعد دور المدرس بعد تقييمه. اذا هو قال ان انا ابني مستواه متوسط مثلا، هيبقى شغلي الشاغل ان انا اقرر مع التكرار هيتقن اداء الفعل نفسه. تمام تمام. طيب قول لنا بقى، تنصحي المدرس اللي دايما بيسخر من الطفل اللي هو متاخر دراسيا، دايما يقول له انت مش فاهم حاجه كتير، وبيقعد مش عارف قدام زمايله يقعد يضايقه بالكلام او حاضر، يعني لدرجه ان الطفل ممكن يكره المدرس، ما يبقاش عايز يروح المدرسه اصلا. ما هو انا عايزه اوصل للنقطه دي، ان اكيد هو لازم يكف اولا عن الاسلوب ده، ولازم يكون في حاجه بمثابه جلسات توعيه. معلش مش بقطعك. تمام. فعلا في اطفال ما بيجيش معاهم غير الاسلوب ده، يعني فعلا في اطفال ما ينفعش معاهم غير العنف او الضرب. انا مش شايفه كده، لان هو ربنا في الاول وفي الاخر كرمنا، فمش معقول هنهين نفسنا. تمام. ليه ما احاولش ان انا ادخل للطفل بالتعزيز بالتدعيم؟ ليه ما انا طول الوقت متاكده بخصوص النقطه دي، ان اذا الطفل حب المدرس اكيد هيحب مادته، هيحب المدرسه ويحب الماده ويحب يذاكر. وفعلا ممكن الطفل يكره، على راي نور انه هو يكره المدرسه، يكره المدرسه، يقول لك انا مش رايحه تاني، ممكن يلجأ للهروب او الغياب المتكرر، ودوت نتيجه الاسلوب السيء ده. طب ليه انا ما احاولش ان انا كمدرس اقيم نفسي؟ تمام. ليه ما احاولش ان انا اشوف هل الطريقه دي بتتماشى مع كل مستويات الاطفال اللي عندي في الفصل او لا؟ طيب في اطفال مستواهم متدني، ليه ما اخصص لهمش جزء من الحصه بتاعتهم؟ بعملهم بطريقه شويه مختلفه، اركز معاهم اكتر، بس برضو مش هحسسهم ان انا بقلل من قيمتهم. اللي هو ايه، عايزه اوصل للطفل دوت المعلومه عن طريق لعبه مثلا، واغلب الاطفال دلوقتي بقوا بيحبوا الطريقه دي. اللعب والتحفيز. دكتور ايمان انا بشكرك، بصي فكرتك يعني بتطير هوا هوا والله العظيم. بشكرك جدا دكتور ايمان محمود البدري، مدرس التربيه الخاصه جامعه المنصوره، ان شاء الله تبقى معانا بقى في حلقات تانية نكمل فيها مجموعه التوعيه بتاعتنا. انت عارفه ان المشاهدين كتير بيطلبوا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم بقى مع انا بسميها ملكه الدلع هدير العشري. نروح لفاصل نرجع لكم تاني. Feel it too. When the money hits you, you got the moves. Let the flames kiss you. Wanna see you lost in it all. Then we go flex on them all.
All the bags go straight to the wall. All the ice don't matter, all the flights don't matter. All the nights I wonder in my new whip. New drip, new money coming in, everything but you. Got new rings, new links, new men. كده في الفاصل فيديو صغير قوي ونبذه صغيره قوي عند فتنه اللي قلت لكم عليها. انا بقول زي ما بقول لكم كده انا بسميها ملكه الدلع هدير العشريه، خبيره التاتو والميكرو بليدنج ورموش والاكليريك وحاجات كتير حلوه كده. ازيك يا هدير؟ ازيك يا هدير؟ عامله ايه؟ منورانا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه الغيبه دي؟ انشغلت في ايه فتره كده؟ بقالك كتير مش ظاهره ومختفيه، وحاولنا نوصل لك كده مش موجوده. قولي لي. كنت بجهز كورسات، ورك شوب، يعني شوية حاجات كده علشان لما نرجع تاني نرجع جامدين. يعني لا كورسات دي جديدة بقى، يعني دي هسألك عليها بس يعني اصبري عشان لسه لازم اخد منك كل التفاصيل دي كلها. طيب قولي لي بقى، انا شفت شغل ليكي كده من فترة مميز، بس يعني انتي اختفيتي شوية وقلت لنا طبعا بسبب الكورسات. قولي لنا بقى يعني ازالة رسمة التاتو بتبقى صعبة شوية ولا ايه نظامها؟ لا 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 مش صعبة خالص، الموضوع سهل جدا. التاتو اصلا هو يعني بيطلع، واكبر دليل على ده ان هو بيطلع على ده، يعني لو ينفع ان احنا نظهره هو بيطلع اهو. فهو التاتو اصلا بيطلع. وازالته ممكن يتزال بالليزر، لو هو مثلا حواجب ممكن نزيله بتوحيد لون البشره. يعني ليه كذا طريقه، ما بقاش ازمه يعني، ما بقاش مشكله. رجوفي مشهور جدا وفعلا ما بيكسر التاتو، بيطلع على هيئه قشر كده التاتو بيروح تماما. يعني يعني مفيش خوف من ازالته يعني؟ لا 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 خالص خالص. تمام. طب قولي لي بقى، بما انك يعني عاشقه للتاتو، انت شايفه التاتو دوت مجرد مهنه ولا بتبقى حرفه ولا شايفاه فن؟ بصي يعني هو السؤال دوت يعني ليه جوانب كتير جدا. يعني هو ما ينفعش يكون مهنه. التاتو مش مهنه، هو احنا في يعني احنا هنا في مصر في ناس كتير واخده مهنه وناس كتير واخده زي ما بنقول كده صنعه. تقول لك صنايعي التاتو، لكن هو مش صنعه، هو فن وحرفه. ان احنا يعني فن، ان الفن اللي هي ان احنا بتعرف ترسم، عندها الـ 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 الفن ده. وان هي كمان تكون عارفه ازاي هتتعامل مع مكنه التاتو، عارفه ازاي ان هي ازاي هتتعامل مع الجلد. كل جلد ليه طبيعه، كل جلد ليه نسبه مقاومه. يعني واحنا بنرسم التاتو مقاومه الجلد للابره كل دوت بيفرق جدا. غير ان لازم تكون اللي بتعمل التاتو تكون فاهمه، ما تكونش مهمله. تكون فاهمه وتكون بتهتم بالتعقيم، بتهتم بالنظافه، بتهتم بحاجات كتير جدا في ظل الامراض والتلوث والحاجات اللي عماله تظهر الفتره دي. فلازم تكون اكيد كله بيقلق بقى دلوقتي. انت بتهتمي بالتعقيم جدا عندك، انا دي حاجه فعلا يعني اشهد لك بيها، انا شفت بعيني. احنا بنهتم بالتعقيم. وبعدين انا لقيت بقى حاجات بتظهر كده. يعني انا كان عندي عميله بتقولي ان هي كانت جايبه تاتو ارتست بيعمل لها هي واصحابها كلهم بابره واحده. بابره واحده كلهم. يعني احنا عندنا عندنا مثلا التاتو زي مثلا المايكرو بليدنج بتعمل على 3 جلسات. المايكرو بليدنج على 3 جلسات، كل جلسه لازم إبرة لنفس مختلفة. العميله بابره منفصله مش نفس الابره. بالظبط. فانا ازاي اعمل لاكتر من عميل بابره واحده؟ دي مشكله كبيره جدا، وقله الوعي عند الناس بتسبب ده. طب قولي لنا بقى، ليه التاتو بالذات؟ يعني ليه اخترتي مجال التاتو بالذات انك تشتغلي فيه وانك تتعلميه وانك كمان تدي كورسات فيه؟ ما هو حب، هو التاتو ده حب. انا اصلا بحب الرسم وعندي الفن ده من زمان، بس التاتو بقى نفسه ده زي الادمان كده. انا ادمنته يعني. طيب ليه هدير، انت قلتي بداتي تدي كورسات في التاتو، فطبعا اكيد اللي هيروح يشتغل هيقول انا خدت عند هدير. فبتختاري مثلا معايير او حاجات معينه للبنت اللي جايه عايزه تاخد الكورس؟ بصي في ناس كتير جدا بتيجي تقدم على كورسات معايا وبرفض، لانها ما بتكونش عندها الموهبه.
الموهبة بتاعت الرسم. يعني مثلا هي هتعرف تمسك المكنة وهتعرف ترسم وهتعرف، بس فين بقى الموهبة؟ التاتو يعني الرسومات، في رسومات حتى في تاني رسومات ضايفاها هنا، حضروا لنا بقى الرسومات الرسومات في تلاقي مثلا معانا رسمه على الشاشه. ضوء. طب انا دلوقتي بتخيل الرسمه هنا هتكون الاضاءه جايه من هنا مثلا دي بقى الاسماء، مثلا واحده بتكتب اسم حبيبها، واحده بتكتب اسم خطيبها، واحده بتكتب اسم جوزها، واحده بتكتب اسم باباها، يعني على حسب. دي منتشره جدا الفتره دي الاسماء، الاسماء ان البنات تيجي تقولي انا عايزه اكتب اسم خطيبي، عايزه اكتب اسم جوزي، منتشره جدا الفتره دي. طبعا في رسومات هتلاقي ده المايكرو بيدنج، لا احنا عايزين رسومات التاتو. ايوه دي تاتو. هنا هتلاقي الرسمه انت دمجه كمان الالوان مع بعض بالظبط. مع هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها، ان احنا ازاي يبقى الرسمه فيها. انا بتخيل الرسمه لو الاضاءه جايه من هنا يبقى الحته دي معتمه، فانا هبدا ان انا انور من هنا وهضلم من هنا، فده كله فن. لا ده الموضوع معقد بقى يا هدير. هو ده بقى الفن. ده الموهبه دي التكه بقى اللي هي فهي لو ما عندهاش الموهبه ما مش هتعرف تطلع رسمه كده. فهتبدا ان هي هتشوه حد، او واحده جايه مثلا تعمل حاجه جميله تقوم مبوظه لها الدنيا. دي برضو كيوت، دي حاجه وحشه لذيذه قوي دي. دي ايس كريم جميله خالص. رسومات الصيف. رسومات الصيف بتفرق عن الشتاء بقى يا هدير؟ بتفرق. الوان ولا الرسومات نفسها؟ يعني البنات وهي جايه بترسم المود اللي انت بتكوني فيه في الصيف غير مودك في الشتاء. فالبنت اللي جايه ترسم في الصيف كلها حاجات بقى حيويه، يعني شوفي هي بترسم ايه، ايس كريم. فاستحاله ترسمي ده في الشتاء، انت سقعانه اصلا متلجه. يعني ما بيترسمش الحاجات دي. تلاقي هو مود البنت هو اللي بيخليها تفكر ازاي ترسم. يعني مثلا انا بيجي لي احيانا عملاء الاقيها تقول لي انا عايزه ارسم تاتو بس مش عارفه ارسم ايه. فدي بقى انا يعني دي بتبقى صعبه في التعامل. دي بقى انا برفض الشغل. لا قراري وبعدين تعالي، لان الموضوع بيقعد معاكي سنين، مش بيقعد معاكي شهر اتنين تلاتة. مش رسمة حنة، مش هنرسم ونزيل ونرسم ونزيل، موضوع صعب. مش حنة هي بالظبط. يعني في ناس مثلا ترسم رسمة تجيلي بعدين تقولي عايزة اشيلها، اقول لها لا انا ما اقدرش اصلا اتعامل في الازالة قبل شهر. ابدا ان انا اشتغل في الازالة. فالموضوع ما ينفعش ان احنا نعمل حاجة احنا مش مقتنع بيها قوي. ايوه تمام. طيب هو التاتوهات اصلا بصي يعني هو جميل، بحس ان هو بيغير فعلا من مود البنت او الست اصلا. حتى الحواجب في ناس تيجي تقولي انا اعمل تعبئه ولا مايكرو بليدنج، لا انت لازم انت تكوني مقرره، تبقي عارفه انت عايزه ايه بالظبط. لان في ناس ما بتحبش المايكرو بليدنج، بتحب الشكل الطبيعي، تقول لك لا انا عايزه حاجه باينه، اعمل انا عايزه اعمل تاتو، صحابي في النادي يعرفوا ان انا عامله تاتو، انا عامله تاتو داخله عليهم من بعيد وباين. يعني المايكرو بليدنج بيبقى شكله طبيعي اكتر من التاتو. المايكرو بليدنج شعرات، المايكرو بليدنج رسم شعرات. شعرب. كان معانا بقى الصوره اللي هم جابوها لنا، يعني يا ريت تنزلوها لنا. المايكرو بليدنج. انا كنت انت عارفه كمان ان في ناس عندها تعويره مثلا في الحاجب او حاجه، بنرسم لها شعرات نخلي الحاجب بتاعها زي كده. دي عندها تعويره في الحاجب، بصي احنا رسمتي عليها على خط هنا، درينا المشكله تماما. فبقت طب ده مش يعني ما ياثرش على الجرح اللي موجود خالص. احنا انا يعني بلتزم ان هو يكون مره على الجرح 6 شهور. تمام. ما يكونش قبل كده. يعني يكون الميكرو بليدنج لو في حد خايف ان هو يكون ليه اضرار، هو ملوش اضرار خالص. الميكرو بليدنج كمان يعني هو تحت بند التاتو، بس هو ده مده من 8 شهور لسنه، يعني وقت قليل جدا. بيروح تماما. يعني ما بينسحب من الجلد تماما، ما بيسيبش اي اثار. طب انت بقى بتعقمي ادواتك ازاي اللي بتشتغلي بيها، سواء للتاتو حواجب اللي هو الميكرو بليدنج او تاتو؟ بصي هو انا بعقم الجهاز الخارجي، لكن الحاجات بتاعت التو، الابره، الكاب اللي بحط فيه اللون، الحاجات اللي انا بشتغل بيها كلها وان يوز، استخدام مره واحده. طب انت كنت قلتي في اول الكلام ان طبيعه كل بشره بتفرق في التاتو. البشره الدهنيه بيبقى فيها مشكله ولا صعب برضو التعامل؟ بصي هو في بشرات يعني كل بشره ليها طريقه في التعامل. وفي بشره على فكره ما بتقبلش اللون، اللون ده كان الاسود عادي ولا اللون المهم ما تقبلش اللون. لا هي ملهاش دعوه بدهنيه او جافه او كده. يعني زي مثلا في ناس تيجي نعمل عليهم حنه تلاقي الحنه قلب معاها حرق، هي مش المشكله في الحنه،
هي بشرتها مهم عنده حساسية. بس هو التاتو ما بيعملش حساسية، الحنة بتعمل حساسية. لكن عشان نكون واضحين، التاتو ما بيعملش حساسية. حتى لو عندها حساسية من الحنة مفيش مشكلة. لا مفيش مشكلة، لان التاتو كله من مواد طبيعية، فالتركيبة بتاعت الكالرز التاتو كلها مواد طبيعية، فما بيعملش اي حساسية. لا لكن الحنة بتعمل حساسية. فعلا انا شفت صور على السوشيال ميديا ان اللي عاملين حنة ايديهم ساعات بتلاقيها قبت كده مكان الرسمة. دي هي عندها حساسية، مش عيب في الحنة، هي عندها حساسية من جسمها حساس لكده. طب قولي لنا، شفت بقى صور للشعر كده كنت انتي بعتها لنا؟ عجبتني جدا. انا شعر ده ايه يعني؟ انا قلت ده زراعة شعر. لا لا لا، هي مش زراعة شعر خالص، هي مايكرو بليدنج للشعر. دي جديده بقى. انا عارفه مايكرو بليدنج حواجب. لا هي مايكرو بليدنج للشعر، استخدمناها في يعني الشعر. يعني دي رسمه كمان، صوره للشعر قبل وبعد. انا مش مصدقه ابدا انها رسمه. ان الموضوع يعني دوت بقى بيفرق جدا في نفسيه العميل. يعني في ناس عندها الصلع الوراثي، ناس بيكون عندها مرض الثعلبه، شعرها خفيف، ناس بيكون من الكيماوي والحاجات دي بيكون الشعر خف. فلما احنا بنعمل المايكرو بليدنج ده لفروه الراس بيفرق جدا. انت ما بتشوفيش حاله العميله قبل وبعد، بعد ما بتشوف بقى. انا شفت الصوره اتبسطت يعني، عارفه انا اتبسطت لها. تخيلي هي بقى بتبقى طالعه فرحانه، الفرحه بتاعتها دي. ده بقى مكسب لنا الصور كده بتاعت الشعر، عايزين نشوف يعني الشكل اصلا بين قبل وبعد يعني غير خالص. يعني قبل حاجه وبعد حاجه ثانيه. يعني انا حتى ساعات كنت بقى في صور. ده ينفع مع اي فروه دي؟ عادي. دي بعد بقى. دي بصي انا ضايفه فيها ضيقه علشان الناس احيانا ما بتصدقش. انا بقول لك بقى اللي قبله كانت فين. انا كنت عايزه افهم ده ايه، معقول يعني ده تاتو ولا ده ولا ده؟ انا عارفه ان انت لا مالكيش علاقه في زراعه الشعر. عملتي ايه؟ عايزين عايزه قبل برده كمان. حضروا لنا الصوره اللي هي قبل دي يا شباب، علشان نوضح الفرق. دي مالهاش اي اضرار يا هدي؟ خالص مفيش اي مشكله فيها. على فكره الحاله النفسيه عند الست لما بتتحسن الموضوع بيفرق معاها جدا. يعني مثلا هي مثلا متخانقه مع جوزها ونزلت عملت كالرز جديد في شعرها، هي بترجع مرتاحه نفسيا، قادره ان هي تصالحه وتحلي مشاكلها في بيتها. من بالك دي ركبت شعر على شعرها يعني. لا فعلا الشكل. انا فعلا شفت الصوره قبل، كانت فراغات كتير جدا. يعني فراغات كتير في الشعر، فلدرجه ان انا حتى لما وريتها النور قالت لي دي هدير بقت بتزرع شعر من ورانا. قلت بقى افهم هدي قولي. لا والله هي مش زراعه شعر خالص، هي مايكرو بليد. طب ويعني في مثلا يعني لو سن اصغر شويه في مشكله ولا برضو عادي ملهاش اي؟ التاتو ده ممكن ينفع من بيبي. البيبي المولود يعمل تاتو عادي. حلو ده. يعني انا هو مامته كده عاملين التاتو. امن جدا. طيب طب انا كنت عايز اسالك بقى في حاجه ثانيه عن الرموش. ايه الفرق بين اللاش ليفتنج وتركيب الرموش؟ عشان في ناس فاكره الاثنين واحد. لا الاثنين مش. انا بيجي لي فعلا السؤال ده كتير، ناس تقول لي هو مش اللاش ليفتنج زي الاكستنشن؟ لا الاكستنشن ده احنا بنركب شعر 1 باي 1 على الرمش الطبيعي، مش على الجفن، على الرموش نفسها. والرموش اصلا مده عمرها من 30 يوم ل 45 يوم. ويبدا يتساقط الرموش زي ما احنا كده، ساعات نلاقي رمش هنا، نلاقي رموش على المخده، نلاقي مش عارفه ايه، ده كلها التساقط الطبيعي بتاع الرموش. فلما بتيجي الرمش الطبيعي يتساقط بيقع معاه الصناعي، يبقى الطبيعي اللي بيوقع الصناعي، مش الصناعي مش اللي بيوقع الطبيعي. عشان في ناس برضه احيانا الصناعي يوقع الطبيعي لو في اخطاء في التركيب، لكن طول ما احنا بنركب الشعر بطريقه سليمه بيكون الموضوع امن جدا. بصي الفرق برضو قبل و... بصي باينه طبيعيه جدا. وبصي النسبه والتناسب برضو بين الرموش اللي احنا ركبناها باينه انها طبيعيه كمان. يعني مش باينه ان احنا مركبين حاجه بالظبط. بتاخد وقت يا هدير او الموضوع صعب ولا نص ساعه، ساعه الا ربع؟ بس على حسب. الموضوع على حسب بقى. ما هي خدي بالك ان هي لو رموشها هي كثيفه لا ممكن اخد ساعه ساعه وكسر. ليه؟ لان هي رموشها اصلا كثيفه وانا بتعامل على حسب رموشها. يعني انا الرموش العميله هي
هي اللي هتحدد، هي اللي بتحدد. طب على حسب نوع الرموش بتختاري نوع يعني الرموش اللي انت هتستخدميها بالزبط. ولا هي بتيجي اوريدي انا عايزه كذا؟ هي بصي، هي طبعا احنا بنحترم راي العميل، بس انت مثلا تقولي مثلا واحده رموشها صغيره، فتيجي تقولي انا عايزه اركب رموش مثلا مقاس 14، اقول لها لا انت رموشك اللطيف اللي ينفع معاه 10 8، تقولي لا انا عايزه. طب انا بديكي الصح وانت ليكي حريه الاختيار، بس ليكي حريه الاختيار انت بتتحملي العواقب بتاعتها. بالظبط. بس انا طبعا ليا لازم اكون بنصح العميل، ما ينفعش ان انا يعني اشتغله خلاص. والمواد بقى يا هدير بتاعت لا سيف جدا كلها جدا برضو جدا طبعا. بصي دي اهم حاجه، بصي يعني كل اللي بيبقى رايح واخد الخطوه برضو في مواد في السوق برضو غير امنه وبتعمل حساسيه وبتعمل حاجات كتير صعبه، بس احنا بنحاول ان احنا نشتغل باكتر مواد تكون امنه. لازم الخامات والدقه اكون رايح المكان لازم ابقى اكون واثق في الخامات كويس، الخامات اللي بيستخدمها بالزبط. فيه هو نفسه بالظبط. بلاش يا جماعه نمشي ورا الاسعار والاعلانات بقى لان الاسعار اللي بينزل سعره قوي 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 قوي، اكيد الماتيريال بلاش نمشي ورا الاسعار، وان في ناس بتعمل مش عارفه بكام وانتوا اغلى. اكيد في فرق يعني، اكيد في فرق. طب كلمينا بقى عن الضوافر، يعني في اكليريك وفي جل وفي حاجه اسمها بولشر. كلمينا بقى عن كل ده. يعني البولش ده نوع من انواع الجل على فكره. البولش ده زيه زي الجل بالظبط، بس الطريقه بتاعه تركيبه مختلفه عن الجل. طب قولي لي بقى الجل ايه والاكريليك ايه، يعني ايه الفرق بينهم؟ الاكريليك وهل في فرق في الشكل النهائي؟ يعني بصي هو الشكل النهائي ما بيبقاش في فرق فيه، بس هو الصلابه بين الجل والاكريليك، الاكريليك صلابته اقوى. بس انا بحب الجل. بتحب الجل؟ انا بحب الجل اكتر، وبحس ان انا بقدر اعمل فيه فن كتير يعني. يعني الفن في بتقدري تطلعي منه ارت حلو على انا شايفه الدوف. شفت برضه صور الضوافر عندك تحفه. عجبتني يعني جدا. طب الالوان دي ثابته ولا ده بيبقى عادي مانيكير بيتشال وبيتغير يعني؟ بصي هو في مانيكير عادي ممكن تحطيه على الجل، وده انا مش بحبه. وفي المانيكير الجل، وده بقى اللي انا بحبه، ان انا احط مانيكير للجل. اما انا كست عاديه هروح اغسل مواعين، هنضف شقتي، ما يبقاش المانيكير بيتقشر. مانيكير الجل ما بيتقشرش، ما بيطلعش بالاسيتون، ما بيجيش. ده ايه بقى ده؟ اكليريك ده ولا دي ايدي على فكره؟ دي ايدي. ده كان راس السنه كان كريسماس. ده جل. بصي الارت بقى بتاع الجل، بصي الشغل اللي عليه. فالجل بنقدر نعمل عليه شغل، انما الاكليريك لا. الاكريليك لا، بيبقى فيه برضو ارض. ده جل ولا اكريليك؟ ده جل. وده جل. طب انت برضو بتحددي على اساس ايه تشتغلي جل ولا اكريليك، ولا على حسب برضو الكلاينت اللي جاي؟ انا عايزه اعمل جل او عايزه اعمل على حسب الكلاينت، انا مش بحدد لها. لا الجل الجل او الاكريليك او الاكستنشن بينفع على اي ضفر. في فرق في المده بقى، مده الثبات؟ الاكستنشن بيقعد 10 ايام لان هو ما فيهوش اي ماده تثبيتيه. الجل بيقعد 3 شهور، الاكريليك بيقعد 3 شهور. في ناس تعمل جل والاكريليك لمده 6 شهور، بس دي حاجه مش صح خالص. عشان الضوافر الاساسيه نفسها بالظبط احنا كده بنهلكها يعني. فانا بحب ان انا اقعد 3 شهور واسيب العميله اسبوعين او 3 اسابيع، اقول لها نريح بعد ما نشيل ما نعمل الريموفر بتاعنا، اقول لها ريحي، وبعد كده نرجع تاني نعمل اللي احنا عايزينه عشان ما نضرش نفسنا. ايوه لا صح. زي برضو اكستنشن الشعر، احنا برضو بنعمل اكستنشن الشعر، بنحب العميل يريح شعرك يومين ثلاثه بعد ما نفك الاكستنشن، وبعد كده نركبه تاني. لازم كل حاجه تريحيها يعني. تريحي كل حاجه فتره بالظبط. حتى بنعمل تغيير نحس ان احنا بنعمل حاجه جديده يعني. طب وده برضو ده ايه بقى؟ جل. انت وانا بقول لك انت بتحبي الجل، اغلبه جل، اغلب الشغل كله جل. كل ده شغلي انا، كل ده شغلي انا، انا اللي بعمل الشغل ده. لا حلو جل. جدا يا هدير، حلو قوي بجد. بصي انا نسيت اقول لك حاجه في الاول الحلقه، كنت عايزه اصلا انا عايزه ابارك لك على الفرع الجديد في الزقازيق، يعني هو ما شاء الله حلو جدا. ومش هسيبك الا لما تقولي لي اوفرز للبرنامج بتاعنا سحر هرم. بصي مش هتروحي الا لما تقولي لي اوفرز للمشاهدين اللي بيشوفونا هنا. طب انا عندي فكره كويسه. بصي بقى للمشاهدين كده وقولي لي. انا عندي فكره كويسه نعمل بيها اوفر للبرنامج. احنا ممكن نعمل اكتر شير للحلقه. تمام. ياخد معانا مثلا تاتو فري. اوكي قولي لهم تاني. انا هشير المشاهدين تاني. اكتر حد هيعمل معانا شير للحلقه هياخد معانا مايكرو بليدنج كادو.
طب تمام كده. طب قولي لي بقى، يعني عايز اسالك برضو في حاجه، لو دلوقتي بنت او ست رايحه بيوتي سنتر ازاي تختاروا صح؟ يعني ايه الحاجات اللي مثلا اللي تركز عليها؟ بيهتموا بالنظافه؟ مواعيدهم مظبوطه؟ شغلهم كويس؟ يعني قولي لي ايه. بلاش المواعيد صح، بلاش نتكلم عليها، بلاش المواعيد. قولي لي ازاي يختاروا او يعني يعرفوا ان البيوتي سنتر ده كويس وموثوق فيه ومضمون؟ بصي انا هقول لك، هو اهم حاجه طبعا النظافه. سنين يا جماعه نروح نشوف الشغل بنفسنا، يعني بلاش موضوع الصور والحاجات اللي الناس بتجيبها من على الانترنت وتحطها يعني انا بلاقي صوري على بيجات تانية ونازله باسم ناس تانية عادي. فيعني وبلاقي ناس تعمل لي منشن ده انتي، بيقولي بصي شغلك، اقول لهم عادي يا جماعه مفيش مشكله والله. بس بلاش نجري ورا موضوع الصور، بلاش نجري ورا موضوع الاسعار. بلاش، خلينا نروح نشوف المكان، خلينا اصل احنا رايحين نعمل حاجه مهمه، فلازم يعني نبص بنفسنا، نشوف بنفسنا. بلاش نتعامل كده بحسن نيه قوي، لان الموضوع فيه حلو وفيه وحش، فيه وحش قوي وفيه حلو قوي. طب قولي لنا بقى، انا عرفت ان انت كمان شغاله ميك اب ارتست وعامله عرايس كتير جميله وحلوه. قولي لي بقى، اشمعنى اخترتي الكورسات في مجال التاتو؟ ليه مش ميك اب ارتست؟ يعني ليه مش الميك اب؟ بنعمل ميك اب بس، يعني انا شايفه ان الميك اب بقى منتشر زياده، والتاتو مش موجود كتير. يعني التاتو مش موجود، يعني كل الناس كتير بتدي كورسات في كل الناس تعمل كورسات ميك اب، لكن جديده بقى ان حد يعمل في التاتو نادر. اللي بيعمل تاتو نادر جدا، يعني اغلب الناس اللي بتعمل تاتو حلو ما بتحبش تعمل كورسات تاتو. بياخد وقت، بياخد وقت منها، بياخد وقت وبياخد ماتيريال، والتكلفه ما بتكونش، تكلفه الكورس ما بتكونش مغطيه كل الماتيريال والوقت وده كله. وبيحسبها مثلا، طب انا هاخد مثلا في كورس في اليوم 5 ساعات علشان ايه؟ طب ما انا لو عملت، لو رسمت كام عميله هجيب اكتر من ده اضعاف. فهم بيحسبوها كده، فما حدش كتير بيعمل كورسات. بس لان انا لاحظت الفتره اللي فاتت موضوع صنايعي التاتو انتشر قوي، وبقى ناس بقى تجيلي بقى اللي ايديها بايظه واللي مش عارفه حصل لها ايه واللي حواجبها باظت ومشاكل كبيره، يعني مش مشاكل بسيطه خالص. ده اللي شجعك بقى ان انت تقرري؟ فقلنا لا، ندي كورسات وخلي الناس تتعلم، وبقينا نحاول ان احنا نفهم الناس. بس يعني في ناس بتقرا وبتشوف وبتعرف، وفي ناس برضو لسه. طب قولي لي بقى، قبل ما اختم معاكي، انا شفت فيديو عندك، يعني بصي الفيديو كله بهجه وفرحه. اصلا العروسه المنتظره، يعني العروسه المنتظره. قولي لي كده عليه سريعا، ده كان ايه قصته؟ يعني العروسه المنتظره دي كانت فكره ان احنا كنا عايزين نفرح العرايس على راس السنه. فقلنا طيب العرايس اللي هتحجز معانا في شهر 12 هناخد منهم عروسه، هنديها الميك اب بتاعها وتجهيزات العروسه بتاعتها كامله فري، والفستان كان من اتيلي جلامورك فري، والبدله كانت من توني زيمان، البراند المشهور توني زيمان، برضو فري. فكنا احنا الثلاثه اتجمعنا ان احنا نعمل حاجه نفرح. حلوه قوي. صاحب هي جه، هو نصيبها صاحب وبنتي ايه اللي سحبت الورق. السنه الجايه في عروسه منتظره؟ لا، ده ممكن يكون في الصيف في عروسه منتظره. طب قولي بقى للمشاهدين يعملوا ايه علشان يبقوا يخشوا السحب. احنا بنعمل الحجوزات، بنفتح باب الحجوزات والعروسه بتيجي تحجز عادي جدا فرحها، وبعدين لما بيحصل السحب خلاص دي العروسه المنتظره دي كسبت، بيتم استرجاع مبلغ الحجز بتاعها ليها، وبعدين بتاخد كل الهدايا بتاعتها. حلوه قوي يا دير. يعني انا بقول لك انا شفت الفيديو وفرحت وانبسطت بيه، وهسيب المشاهدين يشوفوه. بس الاول عايزه اشكرك جدا، نورتينا وما تغيبيش علينا تاني. يعني يا ريت شفنا ايه بيطلع علينا على ما نوصل لها. وعدينا بقى انك تبقي موجوده معانا في حلقات جايه كتير، عايزين نعرف اكتر عن التاتو. ان شاء الله اكون دايما معاكم باذن الله. نورتينا هدير العشري، خبير التاتو والميكرو بليدنج والرموش. تسلم. هسيبكم مع الفيديو ونرجع بقى لمامونيا نشوفها حضرت لنا ايه، عشان انا جعت. انا كمان جعت جدا الصراحه. فيه.
انا مش هتكلم، انا هسيب الصور هي تتكلم وهسيب الجمال ده هو اللي يتكلم. شيف جيهان منورانا، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا انت معروفه هناك في المحله باسم ام مونيا، قولي لي بقى مين مونيا او جت منين ام مونيا؟ مونيا مجرد اسم انا اخترته عشان خاطر ايه يعني يشد الناس شويه بس. يعني هو مش اسم مثلا بنوتك او لا أو لا مش بنوتك لا خالص. طيب قولي لنا بقى، يعني احنا النهارده كنا جايبين فقرات كلها سحر، هوانم كلها عندها سحر. يعني النهارده بقى معانا شيف ام مونيا عامله لنا سحر الطبخ، يعني انتوا شايفين محضره لنا سفره الهوانم. مين عامله لنا ايه بقى؟ هنا طبعا الرئيسي معانا الفخده البيتلو ومعاها الشعريه، وطبعا عاملين شعريه بالمكسرات. تمام. معانا الاوزي السوري ان شاء الله. ومعانا البرامي التركي باللحمه. تكلمي بقى على البرامي التركي ايه او طب تيجي نفتحه؟ يا سلام. طبعا انت واقفه جنب البرام يا نور، يعني انت منتظره تشوفي ايه جواه. انا وقفت في المكان الصح اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه بقى اللي بره ده؟ المفروض ان هو زي على عينينا اللي هو عامله الكفر، صح كده؟ طب نبتدي بقى بالبرام التركي، قولي لنا بقى طريقته ازاي وعملتيه بالتحفه والفن ده ازاي؟ زي اتفنش كده في الاخر. البرام التركي سهل قوي قوي قوي، وممكن اي حد يعمله. هو تجيبي الخضار، بصل، بطاطس، طماطم، ممكن الاحجام صغيره، وبتنجان كمان اسمر ممكن تحطي، ممكن تحطي اي خضار عندك. ماشي. واللحمه طبعا بنكون مدبلينها، وبنحط كله على بعضه الخلطه كلها، يعني الخضار بالحاجه، ونحط مثلا كوبايه بسيطه خالص او حاجه بسيطه خالص من صلصه الطماطم، مع بندوبها في شويه صوص بشوربه وكده، وبنحطها ونقفل عليه كويس قوي. هو بياخد بالظبط ساعتين ونص. ساعتين ونص في الفرن بال من غير احنا الاول بنكون مقفلينه قوي، وقبل التسويه بساعه بنقوم جايين عاملين العجينه ونركنها. العجينه سهله بقى؟ العجينة سهلة جدا. ازاي؟ مثلا كوباية دقيق، ومعاها طبعا بنحط زيت ورشة ملح ورشة سكر. فيها خميرة؟ ايوه فيها خميرة، رشة بسيطة. اللبن، وبنعجنها وبعدين بقى بنركنها. هي بتاخد لها حوالي ساعة الا ربع كده. تمام. الكلام ده قبل ما بنطلعها من الفرن. بعد كده قبل ما نطلعه بنكشفه قبليها بحوالي ساعة. نكشفه بقى، بنشيل الفويل لان بنكون ايه قافلينه الاول بورقه زبده وفوقها الفويل بقى كويس قوي عشان يستوي. احنا عايزينه يستوي، هو المفروض ممكن يستوي عادي بالخضار بتاعه بالصوص اللي بينزل من الخضار. بس احنا بنحط شويه شوربه. ايوه انا عايزه بقى تكاتك الصغننه اللي بتفرق دي. اهم حاجه ما نكترش البهار في قلب اللحمه، لان اللحمه ما بتحبش البهار كتير. ماشي. مش بتبين طعم اللحمه الحقيقي. بالظبط بالظبط، بتضيع طعم اللحمه خالص. ونفس النظام برضك مع الفخده بيبقى قريب. طب انا جايه لها بس قولي الاول، انت خلصنا البريم، انت بدات الموضوع ازاي اصلا؟ انا بدات من حوالي 5 سنين. ان شاء الله. يعني عايزه اعمل اي حاجه، يعني بدل ما انا قاعده في البيت فاضيه ما بعملش حاجه، فكنت عايزه اعمل اي حاجه، اشتغل اي حاجه، تشغلي وقتي. اشغل وقتي. فاشتغلت يعني، نزلت وبعد كده الحمد لله في الموضوع. ربنا طبعا وفقنا. انا طبعا شايفه شكل الاكل ما شاء الله مرصوص بطريقه حلوه، يعني العين دايما بتاكل قبل الفم زي ما بيقولوا. طبعا. يعني اتعلمتي فين رص الاكل بالطريقه الشيك والحلاوه اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ ممكن هو اصلا يعني من قبل ما اشتغل في الموضوع ده، انا اصلا بحب ان انا اطبخ، بحب ان انا اصلا ازوق الحاجه، ترصي الحاجه بشكل معين. يعني دي طبيعتك من بتحبي الفن في الرسم؟ بحبها. طبعا الحب في الحاجه اللي انت بتعمليها عامه بتطلع احسن حاجه. طب الناس بقى اللي بتقول ايه نفسها حلو، في حاجه اسمها فعلا نفسها حلو ولا هي بتبقى عارفه مثلا تظبط مقاديرها وتظبط حاجاتها؟ لا طبعا، هو الاكل فعلا نفس، وكمان تحسين ان هو عاطفه اكتر. هي بتعمل ده وهي حباه او مبسوطه ومودها رايق فهتطلع اكل. ما هو فعلا ممكن تعملي نفس الخطوات كل مره
بس كده مره ما ظبطتش معاكي قوي، تكوني مثلا زعلانه فيكي حاجه، تلاقي الاكل طلع طبعا غير خالص اللي انت كنت متوقعاه، رغم اللي انت كل مره بتعملي نفسه هو هو. بس طب قولي لي بقى، يعني الناس كتير قوي طبعا شايفه شكل الفخده البتلو، عايزه تعرف بتتعمل ازاي وازاي استوت. طبعا انت حته اللحمه لما بتكون كبيره شويه بتبقى صعبه في السوى، وفي اهم حاجه اهم حاجه انك تقفليها كويس، يعني ما تدخلهاش هوا. وبعدين هي بتستوي مع الخضار، الخضار بتاعها بتكتري خضار، اعملي بصل كتير، اعملي طماطم كتير، زي ده جزر، فلفل، ده الخضار اللي كان تحتها. طب انت جايبين الحاجات دي، احنا كده لسه في حاجه هنكملها صح؟ من شكل الخضار اللي حاجه صح، كل حاجه متقطعه كبيره. عايزه اقطع جدا، دي الفرصه دي. عايزه تقطعي ايه؟ تعالي نكمل طبق السلطه. ما نقدرش احنا نتكلم وانت موجوده. لا يعني مثلا انا ممكن ابص لك كده، انا عشان امسك كده عادي، مفيش اي مشكله خالص. لا احنا شفنا الكلام ده. لا لا خالص، خلاص بقى الموضوع تعود ان انا اشتغل عادي. تمام، مفيش اي مشكله عندي من غير ما ابص. لا لا من غير ما ابص، لا خلاص خلاص بقى يعني اتعودت اهو ما شاء الله لحتى اخر حاجه اهو. لا شوف مونيا كده كتير يعني، كفايه ده كمان، ده لا كده حلو قوي ما شاء الله يعني. طب نرجع تاني للطبق ده، يعني انا بيهمني التكات في التقطيع نفسها، بحس ان تقطيعه الخضار بتفرق في التسويه. احنا يعني طبعا كلمينا كده عن تقطيعه الخضار اللي جوه الفخده. لازم تكون تقطيعه كبيره، ما ينفعش نعمل الخضار رقيق، لان لو عملناه رقيق طبعا اللحمه هتبقى كبيره، هتتغيف في السوى والخضار هيتهرى بالظبط. فاحنا لازم نكون مقطعين وتقطيعه تخينه. يعني شوفي حتى هنا كده، انا لاحظت ان انا فعلا كتير بحط خضار مع الحاجه، بلاقي الحاجه كلها عجنت في بعض. لا يبقى لازم نقطعه كبير شويه، ونعمل لها بقى الفرشه تحتها كده، ونتبله برضو بتتبيله البهارات بتاعتنا، ده بصل او ميه بصل بنتبله. وبعد كده بنحط ايه الفخده وبنتبلها، ونحط روزماري بيديها طعم وريحه كده، وزعتر. تمام. وبعدين نقفلها كويس. الاول بنحط ورقه الزبده بنقفل بيها حلو قوي، وبعد كده فوقها الفويل. تمام. وندخلها في الفرن برضو كده، هتاخد لها مثلا ساعتين، وبعد كده اكشفيها. يعني هي من الاول للاخر في الفرن، يعني كل مش بتاخد شويه فتره على البوتاجاز. لا لا تمام. طب كلمينا بقى عن مشروعك يا مومونيا، انت اصلا بتحبي مومونيا يعني. جهاد ده مش واخده عليه قوي. لا خلاص اتعودت. اتعودتي على مومونيا. كلميني طبعا على مشروعك بقى مومونيا الاكل البيتي، ده كله اونلاين صح كده؟ كله عن طريق النت. طب مين اللي شجعك بقى لما بداتي كده وبدا الموضوع يمشي، مين شجعك عليه؟ صحابي. صحابك وقفوا معاكي يعني؟ بدأوا يدعموكي او يشجعوكي؟ الاستاذه رشا جوده، والاستاذه هبه ابو عمو، صحابي كتير. وانا طبعا انا عايزه اصلا اوجه يعني رساله شكر للاستاذه رشا جوده، يعني الصحفيه بموقع وطن نيوز الاخباري، بشكرها جدا وبشكر استاذ ابراهيم جدا. بشكرهم جدا. نزلوا لنا بقى صور استاذه رشا واستاذ ابراهيم المتولي، ونزلوا لنا اللوجو بتاعه جريده وطن نيوز، لان احنا فعلا بنشكرهم جدا ان هم يعني دعموا فكره التوعيه للناس، وان هم مدعمين دايما برنامج سحر الهوانم، ودايما هم معانا في كل حلقه متابعين اخبارنا يعني. تمام. انا كنت عايزه برضو اسالك بقى، اسالي على الطبق ده والنبي يا نور، يعني انا عايزه اعرف ايه ده. طيب ده ماشي يا هاجر. انا مش عايزه الحلقه تخلص قبل ما اعرف حاجه سوري صح كده؟ اوزي سوري. بصي انا عايزه اقول لك حاجه، الاكل كله سهل، مفيش حاجه اسمها اكل صعب. في ناس ما بتحبش المطبخ اصلا، يعني تقولي لهم بقى دول ايه؟ بصي انت طول ما الحاجه جاهزه عندك وحاطه في الفريزر عندك، ممكن تخشي المطبخ قبليها، كل ما تعدي على المطبخ كده اعملي اي حاجه واركني، وتيجي بقى على ميعاد قرب ما هتعملي الاكل هتجمعي كل حاجه، هتلاقي الحاجه سهله خالص مش صعبه. طب انا كنت عايزه بقى ايه؟ ده ايه؟ ده اوزي. يعني عايزه نقطعه ونحطه كده قدام يا مونيا، يعني ايه بحطهم كده كلهم جنب بعض؟ اسمه اوزي، ده عباره عن ايه بقى؟ يعني رز بسمتي ومعاه مكسرات وبسله ولحمه. في بقى هناك ده خلصان برضو. انا عايزه اطلعه لهم كده قدام. هو عباره فعلا انا شايفه انها بسله
ولوز و لحمه مفرومه او صاج ورز بسمتي. تمام. وجلاش طبعا اللي احنا بنعمله ده جلاش مش عجينه انت عاملاه. لا لا ده جلاش. تمام. ده كده كان جاي جاهز يعني. انا محتاجه اخد دي. بس انا عايزه يعني عايزه ايه الحاجات اللي عملناها كده كلها نحطها جنب بعض. طب ده بيدخل في الفرن. بصي يعني عايزه اقول لك كل الناس اكيد عايزه تشوف طريقته. يعني قولي لنا طريقته في السريع كده. استني يا هاجر احنا عايزين نسيب الصوره تتكلم شويه. حطيهم لي كده الاول من بعض هنا هو ينفع. ماشي تمام كده احطهم لك. اوكي كده انت كده بقى انت بداتي قلت لي من 5 سنين صح يا منير؟ بالظبط. طب وقلت لي انت الطبخ بالذات انت اخترتيه عشان انت اصلا حابه حابه موضوع الطبخ. طب ايه اكتر حاجه بقى بتطلب منك في الحاجات دي ولا في حاجه تانية بتطلب منك؟ لا انا في اكتر يعني بيبقى عزومات الناس بتركز عليها. بتبقى اكتريتها عزومات افراح الوجبات بتاع الافراح الاوبن بوفيه كده. كل مطلوب كل حاجة كل واحد بيبقى له ذوق معين. انا مش ببقى مشترطة حاجة معينة. يعني مش حاجة معينة هي اللي بتبقى عليها طلب اكتر. اكتريتها ممكن التيك الرومي ده بيبقى مطلوب على طول يعني. ده اساسي. يعتبر على طول. تمام. احنا هنعرض بقى الاكل اللي قدامنا. يا ريت الكاميرا بقى تيجي تشوف كده. انا عايزة اقرمهم كده. اجيب لك ده في الاول. بصي انا ده معتزه بيه جدا. ايوه انا اخد الماشيه. طب قولي لنا بقى عقبال ما نور ترص كده يعني الاطباق للكاميرا دي ايه؟ انا شايفاها شعريه. انا كنت بحسبها رز. لا شعريه مفلفله. طب ازاي شعريه فلفلتيها كده؟ انا بحس ان احنا لو عملنا كميه الشعريه دي ممكن تعجن وتلزق في بعض. ازاي بقت مفلفله كده؟ لا بتاخد يعني الميه بتاعتها زي ما بتحطي للرز كده المعيار بتاعها ممكن تمام. اقل سنه بسيطه خالص. تمام. وطبعا الدهان بتاعها بيكون زياده شويه. تمام. عشان ايه تبقى مفلفله. والميه بتاعتها زي الرز ولا اقل حاجه بسيطه خالص. اقل من الرز لانها بتستوي تقريبا اسرع من الرز. بالظبط كده. تمام. وبالنسبه للوز والحاجات اللي عليها عادي ما احنا بنحمره. بنحمص. هو في ناس كتير بقى زي حالاتي شايفين الشعريه في اللوز. انا قعدت بس حاجه وسبتكم. بس هو الاكل فعلا هو فظيع ما شاء الله يعني تحفه تحفه جدا. يعني شوف يا نور ده مش رز ده شعريه. ده شعريه. دي كانت جديده يعني. لو الكاميرا جت عليه يعني الشعريه اتعملت اتفلفلت زي الرز كانها رز. وواحده وواحده برده صح. انت عاملاها برده واحده واحده زي الرز كده عشان تدي منظر برده يعني زي ما قلنا في الاول العين اصلا بتاكل قبل البق. طب قول لنا طريقته كده واحده واحده يعني طريقتها الشعريه. بنحمرها عادي خالص. تحمير عادي كانك بتحمريها شعريه عادي. خالص مفيش اي حاجه. ولو انت عندك شوربه بتزوديها بس. طب انا عرفت كده انا عرفت ان انت بتعملي كمان اكل يعني ايه مش سوا بيبقى زي جاهز صح على التحمير على طول. اكل في الريزورت. بتقدمي ايه بقى؟ البانيه والناجتس كوردون بلو الكبيبه الكروكيت البوفتيك الستيك كل حاجه. كل حاجه ممكن تساعد الستات ان هي تيجي من شغلها بسرعه تطلع وتعمل وتجهز لاولادها لان طبعا اكتريه الموظفين شغالين. بيشتغلوا دلوقتي وما عندهمش وقت طويل ان هم يعملوا ده. ايوه بالظبط. فاهماني؟ ايوه بس فبحاول ان انا اساعد بالطريقه دي. طب هل لما بداتي كنت بادئه بال يعني بالحاجات الجاهزه يعني ولا الحاجات المفرزه؟ لا اول ما بدات كان الحاجات المفرزه. هي اللي كانت شغاله معاكي. انا بدات على طول نزلت الموضوع ده. فلقيت عليه اقبال ودلوقتي هتلاقي كتير قوي شغاله نفس النظام. تمام. تمام. طيب قولي لنا بقى كده احنا النهارده عملنا برام لحمه تركي واسمها ايه؟ اوزو ولا اوزي؟ اوزي. انا اسمها جدا عاجبني. هي اوزي عشان هي يعني انت عرفتي منين الاكله دي؟
ما انا بصي الموضوع مش ان انت خلاص انت عارفه كام طبخه وبس وقفتي على كده، لا لازم ابحث وادور واشوف ايه الجديد اللي بينزل. لا يعني شفتي الدكتور كده لما بيذاكر عشان ايوه على متابع، انا برضو بعمل كده. طب ايه رايك في موضوع كورسات الطبخ ده؟ هو يعني انا مش مقتنعه بيه. لا مش حكايه، مش فاضيه، مش فاضيه. لكن ممكن يبقى عليك خطه فيما بعد، ممكن ان شاء الله. طب قولي لي بقى، اتعرض عليا ان انا ادي بس انا الحقيقه لا انت كده لازم يعني مش شفت ده لازم تدي يا ماما قولي بقى ما تهزريش. شايفينه ده كله، انا شفت طبعا عندك صور كتير عجبتني قوي للاكل لدرجه ان انا جوعت لما شفتها. في حد بيساعدك في طبخ الاكل ده؟ طبعا معايا. مين بقى يعني؟ معايا عاملات وكده بيساعدوني وبيشتغلوا معايا. ايوه عندك بقى توصيل للمنازل و طبعا عندنا شركه مشاوير، دي يعني شركه مشهوره كمان في المحله، بتوصل الاكل لاي مكان، اكل كل حاجه، كل حاجه ممكن تتخيلها لو طلبتي ايه بالذي هي بتجيبه. طب يعني ايه طموحك بقى في الموضوع بتاع الاكل ده؟ يعني نفسك توصلي لايه فيه؟ والله انا عامه انا راضيه قوي عن اللي انا وصلت له، بس طبعا نفسي يعني ان يكون عندي مطعم، بس مش دلوقتي. يعني انت عايزه تاخدي مكان يبقى مش دلوقتي. مش دلوقتي، هو اتعرض عليا الموضوع ده بس لسه سايباه ياخد وقت شويه. هتسميه برضو مومونيا؟ اكيد. يعني معتزه باسم مومونيا صراحه. الاسم فعلا شدني انا شخصيا. وبعدين يعتبر مومونيا واخده شهره جامده جدا في المحله. انا يعني لما كنا بنعمل سيرش مثلا عايزين نجيب معانا بقى شيف يبقى متخصص قوي في الاكل. فبصراحه يعني انا ما شاء الله ما شاء الله انا مش بحب فيه لو في خشب امسكه، بس يعني الاعداد والريفيوهات بتاعه الناس وكلام الناس بصراحه يعني رائع. هو ده يعني خلينا لا هي مومونيا معانا، لا هي معانا مش هينفع. هو الناس هي اللي بتقيم، الناس هي اللي بترفعنا لفوق. حبهم اصلا يعني حاجه نعمه من ربنا. انا بحمد ربنا على حب الناس، يعني نعمه كبيره قوي 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 الحمد لله. احنا عندنا في المحله عاملين جروب كده اسمه رفاهيات المحله، عشان بس ان هم يقيموا وينزلوا. انا واثقه في التقييم. انا بقول لك انا باللي شفته انا خلاص بقيت واثقه فيه. عارفه طيب قولي لنا بقى كام نصيحه، بس بصي للكاميرا بتاعتك وقولي للمشاهدين كام نصيحه لاي حد عايز يبقى طباخ مشهور او لسه مبتدئ. اهم حاجه ايه وايه 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 وايه؟ اهم حاجه انه يراعي ربنا، مش هقول اكتر من كده. في الحاجه اللي بيعملها، في انه يكون يقدر الناس. ما يفكرش ان هي الموضوع ده تاكله بيزنس وبس. اهم حاجه ان هو يكون بيحب اللي هو بيعمله عشان الناس تحبه وعشان يلاقي عشان يطلع حلو. تمام. عشان يطلع بس. والخامات بقى يعني كلمينا على الخامات. الخامات موجوده، حاجتي الاكل يعني موجوده. أنا في اي حته ان مش كل الناس مش كل الطباخين بيجيبوا خامات فعلا كويسه. طبعا ده بيكلفهم تكلفه عاليه، بس يعني الغش في موضوع الاكل ده جامد جدا جدا جدا. انا بنسمع حاجات بس غريبه. تمام. بس طبعا في كل مكان في اسعار مختلفه، يعني احنا عندنا في المحله غير عندكم هنا في القاهره، في كل مكان. طب ده ماشي. بيفرق في ايه؟ والله على حسب المكان. على حسب المكان نفسه. على حسب المكان نفسه. والخامات برضو اعتقد. لا والله احنا عندنا اسعارنا معقوله شويه عن هنا. يعني هنا احنا بنسمع ارقام خياليه قوي. لا احنا عندنا الاسعار الحمد لله معقوله. طبعا هيبقى في خصم للمشاهدين سحر. بصي انا لازم كده اخد من كل البيت. لازم اخد منه حاجه، ما ينفعش. طبعا هي نورمال ستيتش الفتره اللي فاتت بقى. يعني اوردر كده زي ده يعني ممكن، يعني هو بسم الله ما شاء الله يعني تحفه. لو انا مثلا هطلبه بطلبه منك بوقت قبلها بوقت قد ايه؟ اسبوع على الاقل. يعني لو انا مثلا اتزنقت في مناسبه كده، هل ده ممكن بيبقى متاح ولا اسبوع عشان خاطر على انا بيبقى عندي حجوزات، بيبقى عندي حجز. بس لما بيكون مثلا حد كلمني واحنا فعلا جت فجاه كده، بروح الحته دي. بكون بقى مثلا لو مثلا انا مكلمه واحده من العاملات تانيه تريح او لا انزلي في شغل خلاص. طب بتختاري بقى الناس اللي معاكي على اساس ايه؟ ان هم طبعا على هم على اسمك. النظافه النظافه دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. وبعدين هم
مش بيشتغلوا بايديهم، هما بيساعدوني. لا الكلام مني هما مجرد ان هما بس بيساعدوني بينولوني حاجات من دي، بس التتبيلات اي حاجه تانية انا اللي انت اللي بتعمليها بايديك. بقى اشهر الاكلات اللي بتعمليها وبتطلب منك بقى اللي مشهوره بيها ام منيا، يعني الاكله دي اكله ام منيا ديك الرومي ديك الرومي دايما اللي هي اللي بتطلب منك. وايه تاني؟ طب ليه بقى المنيو؟ خليني على المنيو بقى بتاعك كده. كل حاجه كل حاجه بعمل كل حاجه ما شاء الله. بس كل حاجه خلينا في اكتر الحاجات كده، يمكن هي نحصرها في شويه حاجات زي قالت الديك الرومي. وايه تاني؟ الاكلات الفريزون، الاكلات السخن بقى منها زي ما انت حضرتك شايفه كده، الفخده، ورقه اللحمه، حاجات كتير قوي، عقلي مش مركز قوي. تمام تمام. بس هو المنيو، المنيو ما شاء الله مليان يعني. الحمد لله تمام. طب انا شايفه تقطيعه الفخده يعني متقطعه بطريقه معينه، تفتكري التقطيع عليها علاقه بالسوى والطعم؟ احنا لو دقنا هنبوظ الموضوع ولا ايه؟ لا لا طبعا لازم تذوقي. لو دقنا هنبوظ الموضوع؟ لا طبعا ذوقي. طيب احنا طبعا احنا لازم نشرحها كده. أيوة. عشان برضك ان التتبيله تدخل فيها. تمام. وبرضك من الجهه الثانيه نشرحها نفس التشريحه. تمام. عشان ايه؟ تشرب كويس. وبعدين انا بتبلها من بالليل. بكون متبلها قبل. يا هجر طعمها حلو. بصي اظن الحاجه دي قاعده جنب الاكل يا نور، علشان انا بقول لكل اعزائي المشاهدين ان نور واقفه جنب الاكل من الاول. هي قالت لي انا هقف في الجهه دي، انا ما فهمتش، بس انا يعني فهمت دلوقتي. يعتبر قدامي يا جماعه. لا فظيعه بجد، تحفه ما شاء الله. ويعني مش عارفه اقول ايه يعني. لا تسلم ايدك والله. حلو جدا. طب بس انا عايزاكي بقى توعدينا ان انت معانا مرات تانية، ونعمل بقى حاجه ان شاء الله كده لايف على الهوا ان شاء الله، بحيث الناس تشوفها كده ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يعني. بصي هو الوقت جري فظيع. ما تقوليش الحلقه خلصت. ويمكن يعني يمكن مش عارفه اقول ايه، بس انا عايزه الفقره تخلص عشان ندوق بقى. بس مش عايزاكي تمشي طبعا. نورتينا جدا يا شيف شهاد او يا ام منيا، نورتينا قوي وشرفتينا النهارده. عايزين نورتونا وشرفتونا. يا رب تبقى حلقه عجبتكم ان شاء الله. نشوفكم استنى بقى الحلقه جايه. باي باي. سلام.